اكبر دليل ان الشغل ده هو اقصى عقاب للبني ادمين هو ان لما حد بيعمل جريمه تقيله القاضي بيديله 25 سنه مع الشغل. خدت بالك؟ حكمت المحكمه على المتهم ب 25 سنه، المجرم تلاقيه بيقول لك عادي مش مشكله بيعدوا يعني سنين، 25 سنه مع الشغل. تلاقي المتهم قال لا شغل لا. اللي ما بيشتغلش ما عندوش فلوس يعيش، واللي بيشتغل ما عندوش وقت يعيش، فبلاش السيرة دي، لكن احنا مضطرين نتكلم فيها. زي اللي بيروح يشتغل 18 ساعة في اليوم 26 سنة كل يوم ويطلع عينه ما بياخدش اجازات وبيسهر ويطبق علشان يجيب عربية، ولما يجيب العربية بيجيبها علشان يروح بيها الشغل. الله، طب وليه اللفة العجيبة دي؟ ولازمتها ايه الفرهدة من الأول؟ شقة. والشقة أنواع بقى، في الشغل التقليدي اللي هو الموظف حبيب الكل ده، عارف الهامستر السكر اللي هو يقعد يجري في بتاع مدورة موظف كده، بتسيطر عليه فكرة واحدة مفيش غيرها، إنه يمشي، يصحى الصبح يلبس يروح الشغل، يقعد في الشغل يفكر إزاي يمشي من الشغل، يمشي بدري بقى، يمشي شوية، يمشي خالص، المهم يمشي، في الآخر ولا بيمشي ولا أي حاجة، بيقعد يتبطى ويقعد يلف في البتاع الكيوت الصغيرة دي، يقعد يعمل كده، سكر. بمناسبة الوظيفة بقى، أي مكتب أو شركة أو مكان شغل هتدخله هتلاقيه بيفكرك جدا بمدينة البط، هتلاقي ميكي اللي هو البطل ده اللي هو اهم موظف في المكان واقدم واحد في المكان، فتك قوي كده فاهم وهارش وداير وبيوزع خلاصه خبرته على الكل وصوته رفيع غالبا زي ميكي، وهو عيل سئيل ودمه يلطش اصلا، يعني غيرش البخت اللي خلاه علينا ميكي. وفي طبعا بطوط العصبي بقى اللي طول النهار ماشي يبرطم ويسب ويلعن ويكسر الحاجات ويقطع الورق ويبوظ الشغل. بطوط بالنسبه لي بيمثل قاعده عريضه من الناس، لانه بيشتغل كتير جدا بس محظوظ زميله بياخد كل الكريدت، بس برغم كده بطوط محبوب وله الشعبيه الاكبر في المكان، ومحظوظ بقى بيعمل اي حاجه تسمع وتضرب، كلمه مثلا للمدير يتفق مكالمه تليفون لعميل تلاقي كسر الدنيا. هتلاقي في اي مكان شغل في زيزي، عارف زيزي اللي هي صاحبه بطوط اللي مسيطره عليه تماما، يروح بدري بقى عشان يمضلها من النجمه، يروح متاخر عشان يوصلها. زيزي دايما تلاقيها مهتمه بنفسها وبتاع، مش شرط تبقى حلوه بس هي مهتمه بنفسها، تحس انها زيزي كده. ولازم في اي شغلانه تلاقي عم دهب، ده المدير بقى اللي بيبقى عنده في مكتبه مزرعه بن مثلا، وبيقعد لك على شويه اللبن اللي بتحطهم في النسكافيه، فمبالغ فيه جدا، بيحسب عليك الخمس دقايق تاخير بخصم نص يوم، وغياب يوم الاحد او الخميس بخصم من 9 ايام. البريدج بقى اللي هو ما بين اجازتين ده ممكن يحمص بيك البن، كان ايام الاجازات دي بتتصرف من رصيد عمره، تقعد مسحول معاه بعد الشغل 5-6 ساعات كمان. طب بلاش نروح، طب بلاش فلوس، طب وجبه، طب اشكرني حتى. والجده بطه بقى دي مدام عنايات اللي بتحب الكل، هي غالبا بيبقى معاها علبه بلاستيك فيها كيكه بالبلح او بسكوت باليانسون، والجمعيات بتاعه هول كل شهر تلاقي معاها هي. في طبعا المفتي السرور، ده بيبقى عين الاداره الساهره او العصفوره. بس الشغل مش كله كده، في مثلا الشغل الحر بيبقى فيه نسبه مجازفه كبيره بقى، عشان كده اللي بيشتغل اعمال حره لازم يبقى جريء وقلبه ميت زي رجال الاعمال المقاولين المستثمرين الهجامين، فاهم قصدي؟ لكن في ميزه عظيمه في الشغل الحر بقى، انك انت بتبقى مدير نفسك، يعني لو مراتك دخلت عليك وانت بالبيجامه في الانتري ممكن عادي جدا تقول لها انا قاعد مع في اجتماع مع المدير العام، لما انا مدير نفسي تقوم مهزق نفسك وقافل الباب في وشك، كذبت انت كده خالص، انت حر، اقوم من على السرير اقعد على الكومودينو كده، انا رحت الشغل انا حر بقى. زي البواب بيند على مراته من تحت البيت يقول لها انا عايزه حاجه قبل ما اروح الشغل، وتقول له لا، يقوم قاعد على الدكه خلاص راح الشغل، هو راجل حر ما هيعمل ايه. في بقى الشغل المستقل او الفريلانسنج، وده اسمه العلمي الارزاق على الله، هو اسمه كده في الكتب معروف. الفريلانسر ده اقصى مجهود بدني بيبذله انه يقوم يحط موبايله في الشحن، يفتح لابتوبه، يعمل قهوه، يقلبها، يهزها، تجيب رزقها، واخد باله يوم قاعد. طبعا دولاب الفريلانسر ده بيبقى عباره عن قمصان وكرافتات بس، ليه؟ اجتماعاته بتبقى اونلاين، ما بيبانش بقى نص هو النص الفوقاني بالظبط. وده طبعا بيعاني وهو رايح يتقدم لواحده، يا عيني مسكين، يعني عمه بقى بيساله اشتغل ايه يا حبيبي؟ انا فريلانسر يا عمي. يا عيني فري خالص يعني ببلاش؟ طبعا حماه غالبا بيكون مدير الارشيف وموظف بقاله 46 سنه وانت جاي تقول له فري ولانسر؟ بنات الناس مش لعبه يا ابني. في بقى الشغل الموضه او الترندي، ده لذيذ قوي، ده بيبقى فره كده وماشيه في البلد، واحد بيطلع بفكره الباقي بيتعدوا، فبيبقى شبهه وعندهم نفس المرض، ده نفس الشغل. زمان كانت في فتره كده اللي هي حد يفتح بوتيك، مش محل، لا بوتيك، خدت بقى؟ لا فميز. ايه بقى البوتيك ده؟ ده يا سيدي بيبقى مكان بيبيع هدوم وجزم وشنط وكده، بس ايه الفرق بينه وبين المحل؟ ولا حاجه، هو محل بس بوتيك. دلوقتي بقى وبعد ثوره المعلومات الوضع اختلف، الترند في الشغل دلوقتي هي صفحات الفيسبوك، بداوا بالاكسسوارز وغرقوا الدنيا خرز وترتر وجليتر وخرج نجف، وتفتح الفيسبوك تلاقي الجليتر نط في وشك كده. وبعدين الموضوع تطور واحده واحده وبقى فيه هدوم وجزم وشنط بتتباع، وادويه تخسيس وطواجن واثار بتتباع على الفيسبوك، كل حاجه، لحد ما ظهرت اخر فره بقى واللي غطت على الكل.
الديكوريتيف كيكس، اللي هي كيكه على شكل زلومه، أيوة رجل سبايدر مان طالع منها مسدس، هي دي السبوبه اللي ماشيه اليومين دول يا معلم. دي كان نار في الهشيم، والاقبال عليها تاريخ يا فندم، لدرجه اننا بقينا نسال نفسنا احنا كنا عايشين ازاي قبل الديكوريتيف كيكس، ازاي كنا بنقبل بتورته نص شوكولاته ونص كريمه ونص، ازاي في الرجل سبايدر مان. وطبعا اكبر فره في الشغلانات اليومين دول هو الفوتوغرافر. الفوتوغرافر برضو ده غير المصوراتي خالص، زي البوتيك والمحل كده، فاكر كنت بقول نفس الفكره. الفوتوغرافر ده زي المصوراتي بالظبط، راجل فنان عنده كاميرا بيصور الناس والاشياء والقطط والعربيات محروقه وابيض واسود. الاختلاف الجوهري اللي ما بينهم بس ان المصوراتي بيصور والفوتوغرافر بيعمل فوتو سيشنز. ايه الفرق ما بينهم بقى؟ المحن. لا هو محن، شويه محن كده بيبقى فرق ما بيننا، ومفيش حاجه تانية، هو نفس بجد. ايه الفرق؟ مفيش، هي نفس النتيجه، بس ده اسمه فوتوغراف وده اسمه محن. وطبعا وانا بتكلم عن الشغل لازم اجيب سيره اصحاب الشغلانات الخطيره، الراجل الشجاع المضحي اللي شايل روحه على كفه، اللي بيودع أهله كل يوم قبل ما ينزل شغله، اللي عمره ما فكر في الفلوس ولا فكر هيكسب إيه، اللي ضيع حياته ومستقبله وصحته ووقته كل حاجة عشان مهنته، الممثل. ممثل بنتعب قوي. بتعب فين يا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. أحمد بتعب فين يا أحمد؟ أنت عارف التكييف. الله العظيم شمعة بنحترق. شمعة؟ شمعة يا وائل. أمال الناس دي إيه تبقى إيه؟ بقول لك شمعة.